presentation, وعشان ال judges بدأ يتخيلوا معاه والموضوع فيه فلوس وجاز حاجة صعبة جدا. أنا مش عارف أتكلم إزاي بصراحة. أنا هاخد الكلمة كلكم والحمد لله. احب اشكر اللجنه المنظمه ان انا موجود مع اساتذتي واصدقائي. انا نقيت حاله بسرعه كده عشان 7 دقائق. 19 years old male patient presented with obstructive jaundice with clay color stool and right side abdominal pain. الهيموجلوبين بتاعه كان كويس, كان الوايت بلاد سيلز بس كانت عاليه شويه. البيلروبين كان 19 والدايركت كان 17. هاي الكلاين سيز الالترا ساوند قال ان في دايليتد سي بي دي وانتر هيباتيك بيد راديكال وذ نو ديفينيت ستون. كان في ستون في الجول بلادر. عمل ام ار سي بي قال في دايليتد سي بي دي اند انتر هيباتيك بيد راديكالز وذ لوور تابرنج اند اند نو ديفينيت ستون. سي تي سكان شوز ذا سيم ريزلت, مفيش ديفينيت ليجن في البانكرياس, يعني بالتالي مفيش ستون ومفيش بانكرياتيك ليجن. التيومر ماركر كانت نيجاتيف. الاي او اس اكزامينشن كان في دايليتد سي بي دي وذ نو ستون, ده البورتال فين ودي سي بي دي ما كانش فيها حاجه. والحد تحت كان ناروينج لوور تابرنج اند ومفيش اي ليجن قدرت اشوفه باليو اس. كان في مض كتير قوي في الجول بلادر, ده كان شكل الجول بلادر وفي هايبر كويك ستراكشر جواها. عملنا اي ار سي بي ذا سيم سيشن, كان مالت ليفت درايف ما كانش بيملي قوي, كان في زي فيلينج ديفكت بس مش قادر احدد الفيلينج ديفكت وانا الصبغه ما كانتش محقونه كويس. بدأنا نعمل سويبنج بالبالون. بدأ يطلع معايا فيش ستراكشر. تشيله الأول. المرضى اللي معايا خافت وما كانتش عاوزه تكمل, كانت عرفانه جدا. احنا عملنا سويبنج كذا مره. نزلنا اولاني كانت بيضه, دي سمراء بقى برضه تبقى الكوليكشن كامل. نزلنا 3 فشيولا وور. عملت 3 فاشولا وور مور استراكتد افتر ريفيوينج يو اس بيكتشر. كان في هايبر اكوك ستراكشر في السي بي دي بس انا قلت ده ارتيفاكت, ممكن يكون ارتيفاكت, هل دي فعلا فاشولا ولا لا؟ وما بتبانش الكالسيفايد فاشولا الا لما تبقى الفاشولا نفسها دايت. والدي الجول بلادر برضو نفس الكلام, في حاجات جواها. اي سنت ا بيشنت فور تريتمنت. المفروض ان احنا في تريتمنت الفشيوله في الميديكال هيرث اوثورتي, المفروض ان انت بتبعت لهم انا مطلع 3 فشيوله ومفروض الموضوع كونفيرمد. قالوا لا, العيان ما عندوش ايزينوفيلز, البلاد والستول اكزامينيشن لمده 3 ايام ما كانش فيه اوفا, فمش هندي تريتمنت. يا جماعه انا مطلع 3 فشيوله, ما يعني هنعمل ايه؟ لازم ندي تريتمنت. هم رفضوا. احنا ادينا العيان فازينكس 10 ملي جرام بالكيلو جرام, خدنا على 2 دوزز اللي هو العلاج البيطري, بس برضه للاسف العيان امبروفد ال 1 ويك, بعد كده الجوندس انكريز ده جه. هي وينت فور انذر هوسبيتال برضه دايجنوز اوتو اميون هيباتيتس, معرفش على انه اساس, وابتدى ياخد كورتيكوسترويد. العيان اتحسن جدا في خلال شهر, بس بعد شهر رجع تاني جاي لي بكولانجيتس وبرضه اوبستراكتيف جوندس. برضه اسكت في الفاشيولا تريتمنت بيفور اي ار سي بي, لان احنا مهما عملنا اي ار سي بي وسويبنج لسه ستيل العيان عنده فاشيولا جوه, لازم ياخد تريتمنت وبعد كده نعمل سويبنج. العيان ساعتها ما شفتوش, بس للاسف احنا عاوزين يبقى في الاثوريتي تفهم ان انا لما نزل فشولا هورمون مديك تقرير من مستشفى حكومي, انت مش محتاج لا الاج ولا محتاج الايزينوفيلز تبقى عالي. شكرا لحضرتك. حبيبه كده وبسرعه.